السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا فيه واحد من الجواسيس اللي ترسلوا في خلال سنة 1900، بالضبط الفترة اللي كان فيها الحاكم ديال المغرب هو مولاي الحسن أو الحسن الأول. وفي إطار العلاقات الدبلوماسية ما بين الدولة المغربية والدولة الفرنسية، غادي تبعث لنا الدولة الفرنسية طلاب يقراو في المغرب، والمغرب بدوره غادي يبعث واحد الطلاب يقراو في فرنسا في إطار تبادل الخبرات والعلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين. ولكن شكون هي الخبايا ديال هذا التبادل بإعساس ما بين المغرب وفرنسا؟ المغرب ربما كانت عنده دوافع بارئة، ولكن فرنسا ما كانتش بارئة، بحيث ان هذه البعثة هذه غادي تخرج لنا واحد من اخطر ومن امكر الجواسيس اللي جاوا للمغرب واللي مهدوا للاستعمار ديال المغرب والاستعمار ديال تافيلالت بالخصوص. اليوم غادي نهضروا على جاسوس خطير جال تافيلالت، تعلم اللغة العربية ولا كيتقنها، حفظ القرآن ولا كيصلي بالناس ديال تافيلالت، كبر معاهم، جمع الاسرار ديالهم، المعلومات ديالهم، الثقافة ديالهم، وغادي يحكمهم بالحديد والنار. هاد البعثة هادي اللي بعثت فرنسا للمغرب كانت عندها واحد الخطة استراتيجية، هي انها تعرف لنا الشادة والفادة على المغرب. لوستري غادي يجي لتافيلالت في عمر صغير، وغادي كيما قلنا يجلس مع الناس، يجلس مع الاهالي ديال تافيلالت، تعلم التعاليم ديال الدين الاسلامي وتعلم الثقافة ديال تافيلالت، باش فاش تجي فرنسا تدخل لتافيلالت غادي تلقى اناس اللي غادي يمهدوا لها وناس اللي غادي يعاونوها باش تحكم المنطقه بقبضه من حديد. كما قلنا ان هذا الجاسوس هذا جا لتافيلالت وتعلم اللغه العربيه، هذا الاتقان ديالو اللغه العربيه ولا كيعرف الشاده والفد على الاهالي ديال تافيلالت، ولا كيعرف المداخل والمخارج ديال القصور، ولا كيعرف النوايا ديال الاهالي ديال تافيلالت، باش اي تمرد يكون ضد المستعمر الفرنسي كيحكمو قبل ما ينشا. فرنسا فاش دخلت للجزائر خسرت بزاف ديال العسل وخسرت بزاف ديال الارواح، هادشي اللي ما بغاتش تكرر في المغرب. فهاد البعثه الفرنسيه واللي خرجت لنا هاد الجاسوس هذا الفيلالي كانت خطه مدروسه جدا، فانها توظف العلم والمعرفه في السيطره على المناطق المغربيه. الخطا اللي كانت دارته مع الجزائر هو ان كان كيحسب لها ان بالقوه بوحدها قد انك تحكم، ولكن فاش جات للمغرب لانه هو تستعمر من بعد الجزائر تفدت من بزاف ديال الاخطاء اللي بينهم هذا الخطا هذا. رجعوا لهاد لوستري هذا اللي تحولنا من طالب مواظب الى جلاد ماهر يحكم كما قلنا بالحديد والنار. فاش جا المشروع الاستعماري فاش وصل الزحف الفرنسي لتافيلالت، لوستري غادي يجي وغادي يقدم راسه على انني انا اللي كنت من البعثه الفرنسيه وانا عارف المداخل والمخارج ديال هاد الناس هادو، عارف كيتمشاو، عارف السواقي ديالهم، عارف الانشطه الاقتصاديه والاجتماعيه ديالهم، عارف النسب ديال كل اسره هنا في تافيلالت، وكما قلنا كان كيعرف الشده والفده على الاهالي ديال المنطقه. كيف لا وهو اللي تربى معاهم، قرا اللغه العربيه ديالهم وقرا القران وتعلم الدين ديالهم، باش من بعد غادي يغدر هاد الاهالي اللي داروا فيه الثقه واللي صلوا موراه، وغادي يولي يحكمهم لدرجه انه شي مرات كان كيحقهم احياء. الناس اللي تمرضوا عليه فاش ولا هو الحاكم ديال تافيلالت بامر من الاستعمار الفرنسي كان كيحرقهم احياء. هاد الطالب المواظب اللي كان اداه ديال المستعمر الفرنسي في تافيلالت غادي يزرع الرعب في النفوس ديال الساكنه وغادي يزرع فيهم القلق، لدرجه ان البيرو ديالو اللي كان في تافيلالت كانت فيه الحراسه مخففه، يعني كان اي واحد يقدر يدخل البيرو ديالو ويجلس قدامه، ماشي لانه سهل وزوين ولكن الرعب اللي زرعوه في الاهالي ديال تافيلالت على انهم ما يقدوش يزعزعوهم من بلاصتو. ولكن هاد الظلم هذا والطغيان ديال هذا السيد هذا اللي وصل به الحال كما قلنا انه يحرق الناس احياء، وهذا الجبروت ديالو وهذا الثقه في النفس اللي ولات عنده غادي تكون هي نقطه الضعف ديالو وغادي تكون هي نقطه الهوان ديالو، بحيث في اي تعطى غادي يظهر لنا واحد السيد اللي سميتو مبارك التزوينيلي. هذا السيد هذا هو اللي غادي يفضينا مع لوستري. للاشاره كنت باغي نقول القصه كامله ديال لوستري وديال التزوينيلي، ولكن كنهضر عليها العالمي في واحد الفيديو غادي نخليه لكم هنايا في هذه البطاقه اللي كيطلعوا الفوق، شوفوا الكمله ديالو وتفهموا القصه كامله. رجعوا شوفوا القصه ديال مبارك التزوينيني لان قصه رائعه وكتستحق انها تعرف. هذا مبارك التزوينيني غادي يجي وغادي يجيب ليه واحد الرساله على اساس ان الاهل ديال تافيلالت غادي يستسلموا وغادي يرضخوا وغادي يكونوا طائعين للمستعمر الفرنسي. جاب ليه جوج ديال الرسائل، الرساله الاولى كيمدحوا فيها والبريه الثانيه غادي يفتحها على اساس حتى هي ربما غادي يكون كيمدحوا فيها، ولكن غادي يقول فيها جمله واحده انه واحد من الاهالي ديال تافيلالت راه جاي باش يقتلك، وهذا السيد هو انا. غادي يجبد الخنجر ديالو وغادي يطعنوا 18 حسب المصادر الشفويه والمصادر المكتوبه. وهنا غادي يكون واحد الاختلاف بزاف واش هنا كانت النهايه ديال لوستري او التداوى ومن بعد عاد مات، ولكن المنعطف ديال القصه غادي يكون هنايا، بحيث ان الفرنسيين قالوا في الموت ديال لوستري انه مات الثلث ديال الجيش الفرنسي. تخيلوا هاد المكان اللي كانوا عاطي الفرنسيين لوستري، الثلث ديال الجيش الفرنسي مات ملي مات لهم هاد السيد هذا. من بعد غادي توقع معركات البطحه وبزاف ديال المعارك في تافيلالت بطبيعه الحال اللي كنهضر عليهم العالمي، لا داعي لاننا نبقاو نعاودوهم غير باش توضح الصوره وصافي، نديروا ديك الحلقه اللي مازال خاصه باش تكمل الصوره وصافي. وهكذا غادي تكون النهايه ديال واحد من اخطر الجواسيس اللي جاو في
الاحتفالات، وواحد من اذكى ومن ادهى الجواسيس اللي قدروا انهم يتاقلموا. ملي كنا صغار كنا كنسمعوا بزاف ديال القصص على الخونه وعلى الجواسيس اللي كيجيو للاحتفالات، ولكن كانت عندنا صوره ضبابيه. ولكن الان منذ الان فصاعدا في هذه القناه هذه غادي نكشفوا الحقيقه ديال الجواسيس، ديال الفقهاء، ديال الزوايا، الاحداث، العادات، التقاليد ديال المنطقه ديال التحفيلات وديال المغرب كامل، ولما لا ديال العالم كامل. المهم كان هذا الفيديو صغير باش نرجعوا للقناه ورجعوا الديناميه ديال القناه شي شويه، لان انا عسات تقريبا قبل من رمضان ما درت شي فيديو غير هذا الفلوق الاخر. لكن هذا هو الفيديو اللي غادي نبداو به ان شاء الله من هنا الفيديوهات اللي جايين ديال التاريخ ديال التحفيلات، وغادي نتوسعوا شي شويه في التاريخ ديال المغرب. المصادر ديال هذا الفيديو هذا غادي تلقاهم لتحت، ومن بينهم الذاكره الشفويه ديال واحد السيد كنت مريح معاه في القهوه واللي كان هو السبب باش انا نقلب على هذا اللوستري هذا وندير عليه هذا الفيديو هذا. جلسنا انا وياه وقال لي انت كدير التاريخ؟ قال لي واش كتعرف فلان؟ قلت له لا ما كنعرفوش. قال لي واجي نقول لك القصه ديالو. ولكن لقيت واحد التناقض ما بين الروايه الشفويه على انه هو كان قال لي هذا الجاسوس هذا كان في السيفه، ولكن في المصادر المكتوبه لقيت بلي كان في تيغمرت. ما عرفت واش السيفه هي تيغمرت اولا تبدلت ليها السميه ولا كل وحده بوحده، الله اعلم. المهم مازال عندنا بزاف ديال الفيديوهات اللي غادي نكتشفوا المناطق ديال التحفيلات وحده بوحده، وغادي نعرفوا التاريخ ديالهم وحده بوحده. كان دابا الفيديو، السلام عليكم.